İznül imam. Ve ta herkesek eğer vayisti cihat encam bida devletek ya kudla şarek de bi izni imami ev şara leser ev cihada habi ya kud eğer vayisi biçe bu cihat şarekeyi koy de bi eğer levlati musulman شروع لولاتك شروع أجاوها بولا بين كافر كانوا مسلمان تبي ولي أمريكا يخوي إجازه إذني بداته تيجي شمرا كانم ودواتر القتال من ورائه أو من ينيبه أو من ينيبه دائما إنسان أجر شو جهادك حاكمي أو شارع شربك أو لقل أو حاكمي ياخد أو كسيك كذيتي بنائبي خوي ياخد بجيجري خوي أو جنجة جهاد أنجام بدات بلغة شيء برا كان من السر أمام بلغة أو حديثي كإمام بخاري جرت لكتاب الجهاد والسير وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه وتا إمام كالي في غمسوة صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة وتا إمام قلغانك قلغانك أجر خلقي لقليان خلقی لگل یا جهادیان انجام ده ابی تمایی پاراستن بویان بو برز کانم لبروی تبایی اپاریز ری اجینا اگر لولات یکا جهاد هبو چن قائد یکا بو ابی تا چی ابی تا فوز آبراک هرکس بو خوی هرکس علینا ورا لگمنا هرکس علینا ایما آزاترین هرکس دوائی علی من دبی ببما دم سپیو آغاو چوخاو سر کرده فبویا اگر یک امام یعنی یک حاکمی کبی کبریاری جهاد لو شارا بدستی او به أو كاتوك في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي جنة يقاتل من ورائه ويتقى به مسلمانان مسلمانان باريز راوبن أجر كاتي يك حاكمي كبير كاتي كبرياري جهاد وزنجي داوا لو ولاتا أو كاتو إمام أخوي فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجر أجر الأخوة بترشيو عدب عدالة إنصاف كاركاني أنجام بدات هو أخوي بروز قال أزجي شي أجر باداشي شي قولي داتو أجينا وإن قال بغيره أقل ببيت شوانا وجبو أو كات أخوي بروز قال سزاي أدا ودواتر فرمي وقد نص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم وفاجرهم وهذا فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة فلا جهاد بدون إذن الإمام جهاد أجر إذن إمامي لسر نبو جهاد نية براك أو جهاد جهادك شرعي نية دبي إمامي أو شارع ياخد أولاته إذن لسر أو هبه كأجر جنجك لولاتي يشتروا ياخد لشارع يشتروا به بو أولاته باش برز كانم ياخد له جنجكاني ولاتي خويان وهروها إمامي أحمد لا أصول سنة كي ليش براك كانم عليه والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وتا أجر حاكمكت خراب جبو فاجر يعني شيء خراب يعني عادل نية هذا بيلا قال يا أجر برياري جهاد دا لقال يا جهاد أنجام بديت وهروها أمر رأي إمامي طحاويشة لا عقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز كاتي أفرمي والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة وتحج جهاد شهر دبي لقال شيء أنجام بدري لقال لي أمر حاكمه سروك كان كاتي أجر حجيا أنجام دا يخد جهاديا أنجام دا لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما يعني أو كارا باطلني أجرتو إمامك حتى أجر فاجر جبو ياخد عدالة نبو باش حكمة لما داتش يبراكانم دواتر كباسي قصي شيخ عثيمين كرحمتي خوي لبك لشرح المنتعة لكتابي شرح المنتعة وهاورديتي قال ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا قال أجر هركس بو خوي يك إمام نبو هركس بو خوي بو أوكاتشي درس تبي فوضى براك أنا درس تبي هركس بو خوي به يعني كز لكستينا أو كاتا هز نامينه يعني هركز بو خوي ببراك عنهم وكاتا كز بقصي كسناكا وضعفكش ولا وازيش درست به ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة يعني قال هركز بو خوي بو يقدم سبيا نبو يقائد نبو كمسلمان لقالي غزاء انجام بدن أو كاتا مفسدي زوري هيك يقلوانا شي براك عنهم كمسلمان توشي شكستو لا وازيدين ومحظور شيء تشبع باسك شيخ عثيمين عليه فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام عليه ورنبي أجر
قائد زور بوله وشردا كسيك بمسي او بانقلاب دروز بكا خلق كسب كا بو خوي ومجاهد كان بولاي خوي بري او كات انقلاب كات سر حاكمي اولاتو توشي شكستيان بكا او شنوله او مؤاخذه شي ياخذ او مفسده شي ومفسده كي ترجع او يريدون البغي على طائفه من الناس يعنيش اگر كاتي اگر قائد زور بوله ولاته ياخذ جروب ومجاميع زور بهموي بناوي شي وبناوي جهاد رغم ابن مالك عقلي نغيري ياخذ مجموعه شي ترق عقلي نغيري امان رقيا ليام يبدا نسري انا او كاتا شري بلا كوجي وتناحر وتقاتل بين برايان روبدات اما حكمه بولويكا باذن امام ياخذ اقل امام نبي جهاد شرعي نابي